السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم احد الطلاب اللي اجوا نقل هاي السنه وعدت اضطريت اعيد بسبب مقاصه واختلاف الانظمه، تعرفون هاي الشغله. المهم اليوم ان شاء الله راح اشرح الامينو اسيد. قبل لا ندخل بالموضوع ونبدا ناخذ اول سلايد، لازم ناخذ فكره بسيطه. اليوم كطالب انت تريد تفهم شنو هذا الامينو اسيد. الامينو اسيد، شوف اكيد امتحنتوا بايو، قريتوا الدايجستيف سيستم. شنو كان بالدايجستيف؟ بالدايجستيف كان اكو انزيمات هاضمه. مثل شنو؟ مثل كان انزيم البيبسين اللي موجود بالاستومك تفرز الكاسر كدلاند. ايش كان يسوي؟ ايش كان يهضم؟ يهضم البروتين. شو يسوي للبروتين؟ يكسر الاواصر البيبتيديه بي ويحوله الى امينو اسيد. يعني شنو؟ وين تريد توصل؟ شوف مثلا عندك بيت فلشته، ايش بقى؟ طابوق. يعني الوحدات البنائية لهذا البيت شنو؟ طابوق. من نجا انزيم بيبسين وهضم البروتين وحوله الى امينو اسيد، يعني شنو الوحدات البنائية للبروتين؟ هي الامينو اسيد. هسه تعرفت اذا انسألت، ومن يسألك يا فرق يسألك في الشارع، اذا انسألت قول اذا سألت شنو الامينو اسيد؟ راح ادي له الوحدات البنائيه للبروتين. وضحت؟ ما بيش. هسه شنو؟ اخذنا فكره عامه عن الامينو اسيد. هسه نطب الملف. اول شيء راح اذكر لك اياه الحكي اللي حكيناه. شنو الامينو اسيد؟ ذا بيلدينج بلوك اوف بروتين. بينه يعني شنو؟ امينو اسيد هي الوحدات البنائيه للبروتين. شو يعني شنو؟ امينو اسيد اجا ويا امينو اسيد ارتبطن ببيبتايد بوند. هاي البيبتايد بوند تصير بين امينو وامينو، راح يكون لك بالاخير بروتين. all protein are polymers of amino acid. نفس الحكايه بالجراف، بدل ما يجي لك بالامينو اسيد هي تكون بروتين، قال لك البروتين متكون من امينو اسيد. بوليمر يعني شلون وحدات صغيره مرتبطه ببعض على شكل سيريال سلسله. البروتين ار importance of biological system، مهم للنظام الحيوي. بعدين راح ناخذ هندني all the major structure and functional aspects of the body are carried out by protein. يقول لك الجوانب الوظيفية والتركيبية بالجسم كلها تشارك بها البروتين، جزيئات البروتين. Protein are composed of number of amino acids linked by peptide bond. يعني شنو؟ بروتين لك تكون من امينو اسيد مرتبط ببعض بواسطه بيبتايد بوند. شنو البيبتايد بوند؟ اذا تذكر كربوهيدرات الدايسكرايدز تكونوا اثنين سكرايد. شنو اللي كان يربطهم؟ اكو كانت بوند. شو اسمها؟ اسمها جلايكوسيديك بوند. نفسه هنا بيبتايد بين اثنين امينو اسيد، قبل الجلايكوسيديك بين اثنين كربوهيدرات، بين اثنين سكرايدز. المهم there are about 300 amino acid occur in nature. قلت لك 300 نوع من الامينو اسيد الطبيعة تلجي بالتربة بالماء ما له شغل. المهم انك 300 امينو اسيد. 300 راح ناخذ؟ لا اكيد لا، راح ناخذ بس 20. ليش ناخذ ذن ال 20؟ ليش يعني اثنى البقية؟ ليش بالذات ذني؟ ذن ال 20 موجودات بجسمنا، وذن ال 20 راح يكونن البروتين بالجسم. يعني ذني العشرين ترتبطن بيناتهم كمان البروتين. واضحة؟ ما في شيء. النقطة الأخيرة أحكي لك إياها بس ما راح تفهمها. ألا أراويك ستراكشر وأشرح لك عليه وتفهمها. شوف. شو دي يقول لك؟ Most of the amino acid except prolin. مستثنين البرولين. شنو هذا البرولين؟ البرولين هو أحد أنواع العشرين أمينو أسيد راح ناخذها بهذا الملف. are alpha amino acid which means the amino group is attached to the same carbon atom to which the carboxyl. شنو يعني شنو هذا التمثلة اللي حكيته؟ هسه شوف اقول لك شنو. شوف حبيبي عندك الجنرال ستراكشر. شي اسمه جنرال ستراكشر للامينو اسيد. شنو هذا الجنرال ستراكشر؟ يشترك فيه هذا كل الامينو اسيد كله. عندك شنو الجنرال؟ ذرة كربون مرتبط بها
مجموعة كاربوكسيل جروب سي دبل بوند او اتش ومجموعة امين جروب اتش 3 والفا كربون. هاي الكربون نوع الفا المرتبطة بالامين جروب وذرة هيدروجين اتش. ذن الثلاثة شو هذا المحاط هاي الدائرة ذني بكل امينو اسيد راح تلقيهن بكل امينو اسيد. لعد الاختلاف شنو شلون اميز امينو اسيد راح تميزها بالار تشين هاي السايد تشين مجموعة الار ار جروب. هاي الار جروب راح تختلف من امينو اسيد الى امينو اسيد يعني 20 امينو اسيد عندك مختلف بالار بالسايد تشين بالار جروب بالذني كلهن مشابهات ما عدا شوف هذا الاكسبت البرولين مختلف. شنو مختلف؟ بعدين اقول لك مو هسه وقته. هذا شنو؟ جلايسين. هذا ابسط من هسه احفظها simplest amino acid يجي ام سي كيو. ليش simplest؟ ليش ابسط واحد؟ لان عندك الار جروب بس اتش بس يعني هاي النفس اجيبه حطه هنا بدل الار جروب اتش صار عندك جلايسين مركب امينو اسيد. واضحه؟ ان شاء الله واضحه. اخذ موضوع الكلاسيفيكيشن تصنيف الامينو اسيد. شو اركز وياي بهذا الموضوع لان شوي طويل بس مو صعب. مبدئيا ذن عندك الستركشرات المفروض حفظ بس اعتقد ما ادري دكتور اثير قال حفظ بس اطلاع ما ادري. المهم تحفظهم لان يجن عليهم اسئله شلون تعرف التصنيف اذا ما حفظهم. اول تصنيف صنفنا كيان على اساس البيس اون ستراكشر يعني الموجودات بالار جروب ستراكشر الموجود بالار جروب. مثلا شنو ماخذ لك اول تصنيف الفاتك امينو اسيد هذا بشكل عام يعني عندك الفاتك وعندك اروماتك. شنو ذني اسجل شنو الفاتك يعني خطيه لينر. شنو الخطية؟ من راح تعرف الأروماتيك راح تعرف الألفاتيك. الأروماتيك تكون حلقية. تشوف هاي الأروماتيك حلقة بنزين بها. أما الألفاتيك تكون خطية شوف ما بها أي حلقة. الأروماتيك بها حلقة بنزين. هذا التصنيف الثاني هو تصنيف بداك أول ذني أفرع مالته واحد ألفاتيك على أساس طبعًا. البيس اون ستراكشر اساس التركيب اروماتيك. بعد شنو هيدروسايكليك غير متجانسه نفس الاروماتيك بس الاروماتيك بس حلقه بنزين بها لا هنا حلقه بنزين صفها غير حلقه لان عليهم طبعا هسه بعدين ناخذهم وحده وحده. والاخر واحد الامينو اسيد هذا البرولين. هسه نجي نرجع هنا شوف عندك الالفاتك بيها ثلاث تصنيفات. اول واحد مونو امينو مونو كاربوكسيليك اسيد. شوف راح ناخذ ذني بالاي تصنيف الاي كلهن بيهن وحده كاربوكسيليك اسيد مونو كاربوكسيليك هاي سي دبل بوند او اتش بس وحده كلهن ذني بس وحده. لعد البي شنو البي باثنين داي كاربوكسيليك اسيد مو واحدة من هاي لا بها اثنين عن جاي اختلف بصورة عامة حتى بعدين تسهل عليك. السي شنو بيسك مونو كاربوكسيليك هي بها كاربوكسيليك واحدة بس شنو عندك بها قاعدة NH3 داي بيسك. شوف هاي NH3 هي قاعدة انت حط لها بعد واحدة راح يصير بها اثنين ويصنفون على اساس قاعدي. اي هاي شوف هاي عندك قاعدة هاي انرجي 3 هاي انرجي 3 صار عندك داي بيسك. هاي عندك كلها طبعا انرجي 3 وحدة هنا وحدة هنا صار بيسك. المهم نجي ناخذن وحدة وحدة المونو كاربوكسيليك اسيد يعني بس وحدة كاربوكسيليك اسيد. شنو هن واحد الجلايسين واحد الانين. شنو الاختلاف ذني اللي صار على اساس تفرعات ذني ما نان برانش ما متفرع
جلايسين والانين ما متفرع، بس واحدة وخلاص تنتهي. اتش جلايسين والانانين سي اتش 3 وخلاص. البرانش تشين فيها تفرعات، لا مو عاد واحدة وتوقف، تختلف مثلا الفالين والليوسين والايسوليوسين، بها تفرعات. بها اكو هيدروكسي امينو اسيد، شنو هيدروكسي؟ مجموعة او اتش، مثلا سيرين ثيرونين بها او اتش. سيلفر كونتين امينو اسيد، بها مجموعة سيلفر، طبعا بس ذن الاثنين سيلفر وبس ذن بهن هيدروكسي. مثلا يجيب لك أربعة مثلا سايستين أسبراجين جلوتاماين والسيرين، جت يا هي بيها هيدروكسي كي تحط السيرين. هنا هيك راح يجيني الأسئلة عليه. عندك أمينو أسيد وذ أمايد جروب، شنو الأمايد جروب؟ NH2. فرق أكو أمايد جروب NH2، أكو أمينو جروب NH3. هاي الأمايد موجودة بالأسبراجين والجلوتاماين. نجي ناخذ الأخ، طبعا البداكرين أخذنا هذا النيجي مونو كاربوكسيل جروب. هسه دا كاربوكسيل جروب، هاي وحدة كاربوكسيل جروب وهاي وحدة كاربوكسيل جروب وهاي وحدة وهاي وحدة، وين ذني؟ بالأسباراتيك والجلوتاماين أسيد. طبعا ذني قبل شو أخذ ذني أسباراجين والجلوتاماين بذني شنو؟ ذني يصنفوهن أسيديك، ذني على أساس أسيديك بين اثنين كاربوكسيل أسيد طلب التركيب، بس الاسم تقريبا شوي شبه. داي بيسك ذن يصنفون على اساس قاعديات اراجين واللايسين بين اثنين ان اتش ان اتش 3. خلصنا من هذا الالفاتك. ناخذ الاروماتك، اروماتك مثل ما قلنا هي حلقة بنزين، الفينيل الانين والتايروسين. تفضل ورقة وقلم، ماذا شلون ادرخ. ثالث الهيدروسايكليك امينو اسيد، ترايبتوفان والهيستيدين. ذني عندك هذا الهيستيدين وهاي ترايبتوفان، هسه هذا برولين ما ادري ايش حاطه هنا او فتركه. نجي هسه لهذا التصنيف اللي اسمه امينو اسيد اللي بيه برولين، قلنا هسه راح نوصل لهذا البرولين الشاذ عن البقية. بشنو الشاذ؟ شوف بكل هنا اخذنا مجموعة الامين جروب ترتبط بس بذرة الكربون، ما بها بعد ارتباط غيرها، بس هنا بالبرولين راح يصير بها ارتباط غير ذرة الكربون، يعني هي ترتبط ذرة الكربون وبعد بها ارتباط ثاني يعني سكندري. قبل كان ذا كل الامين جروب برايمري اتاشمنت، لا هنا صير سكندري يعني ترتبط غير الكربون وراح يرتبط بها اخر. راح اراويكم صورة غير اللي هنا ما مبينة ما واضحة هذا التركيب. شوف هذا البرولين، عندك هذا السي دبل بوند او هالكاربوكسيل اسيد، هذا ذرة كربون مكتوب بها كاربوكسيل اسيد و اتش. عندك الامايد جروب شوف مرتبطة بالسي وهنا مرتبطة بالسي اتش 2. هنا صار شلون الاروماتيك، بس هي ما تكتسب خصائص الاروماتيك، يعني ما نضيف الاروماتيك لان ما صايره حلقيه. عندك هنا شوف البرايمري جروب هذا الامايد، مجموعه الامايد ترتبط بسي وما حد يرتبط بها بعد، وهذا كلهن على نفس ال 19 امينو اسيد ما يرتبط بها شيء، بس هنا بالبرولين راح يصير اسمه سكندري امينو جروب مرتبطة بذرة الكربون وعندها بعد ارتباط بالسي اتش 2. هذا هو الاختلاف البرولين ليش استثنيناه عن البقية. التصنيف الثاني، التصنيف الاول على اساس الستراكشر مالته، هسه على اساس السايد تشين مجموعة الار بها تصنيفين، هو انا بسويها ثلاثة بس هسه اقول لك شو. اول شيء نون بولار سايد تشين او بولار سايد تشين، واحدة ليست قطبية واحدة قطبية، صار من ثلاثة ليش؟ لأن يعني القطبية بها اثنين تصنيفين البولر uncharged وcharged، واحدة بشحنة واحدة غير مشحونة، شحنتها عن الصفر وغير مشحونة شحنتها صفر. هسه هنا شنو ناخذ؟ النون بولر، النون بولر بها تسعة، احفظهم ذني اجينا MCQ. لايسين
الألانين والفالين ليوسين أيسوليوسين والبرولين فينيلألانين والميثيونين والترايبتوفان. ذني كلهن شنو؟ نان بولر. شلون شنو يعني نان بولر؟ شنو غير قطبية؟ ما بيها ارتفع جروب. الار الار جروب السايتشين ما بيها ارتفع جروب. اكو عندك شوف مثلا الارتفع جروب مثلا الهيدروكسي مثلا الكاربوكسيل جروب مثلا الامين جروب. ذني اذا اجن بالسايد تشين يعني هاي بولر، اذا ما موجوده ما يصير يعني نون بولر. بس اذا تلاحظ راح ناخذ البقيه كل الموجودات به. ذني الاكتف جروب قلت لك تذكرت لك اياهن حتى تكتبهن. الكاربوكسيل جروب، هيدروكسيل جروب، حتى سيلفر جروب والامين جروب. ذن اذا لقيت اني على ذن بولر. طبعا الامينو اسيد الان تشارج تكون هيدروفوبيك. شنو هيدرو؟ عندك هيدروفوبيك وعندك هيدروفيليك. هيدروفوبيك كاره للماء وهيدروفيليك محب للماء. شلون تميز بيناتهم؟ هيدروفوبيك من فوبيك، فوبيا يعني ما تحب الماء، فوبيك من الماء. هسه شنو الان تشارج هيدروفوبيك يعني الهيدروفيليك منه؟ الهيدروفيليك هي التشارج التصنيف الثالث. الامينو اسيد هذا تشارج بولر، البولر تشارج هنا تكون عكس ذيك. هاي تكون هيدروفيليك بيها اثنين، يا اما اسيدك يا اما بيسك. فاضل الاسيدك نيجاتيف تشارج والبيسك بوزيتيف تشارج. الاسيدك بيها اثنين الاسبراتيك والكلوتاماتيك. عندك هنا شوف الاسبراتيك بيها مجموعه الاو اتش هاي سي دبل بوند او اتش مجموعه الهيدرو هيدروكسي. والكلوتامايك نفس الاكتف جروب كذلك هيدروكسي. هاي شحنتها صارت سالبه بولر اسيدك امينو اسيد. اما البيسك هنا كذلك اثنين لايسين والاراجينين، عفوا ثلاثه لايسين والاراجينين والهستيدين بها بيسك. اتش 2 هاي بيسك، اتش 2 هاي بيسك، نا الان اتش HM Basic. حتى هسه خلصنا التصنيفات. هذا التصنيف الثالث على اساس الميتابوليزم. شوي راجع للنيتش شنو كان في البداية. اخذنا التصنيف على البيس ستراكشر، الفاتيك، اروماتيك، هيتروسايكليك والامين. عرفنا شنو كل وحده شنو بيها تركب. التصنيف الثاني اخذنا على السايد تشين بولر نون بولر. النون بولر يا اما تكون تشارج يا اما تكون ان تشارج، والتشارج يا اما تكون اسيديك اور بيسيك. التصنيف جديد على اساس الميتابوليزم. يعني شنو ميتابوليزم؟ يعني اساس الايض ورا ما يدخل للجسم راح يتصنف. انا كذا كان به التصنيف العصب الجسم، كذلك به التصنيف الامينو اسيد يا اما يكون كيتوجينيك يا اما جلوكوجينيك يا اما يصير كنسلو كيتوجينيك وجلوكوجينيك. يعني شنو الامينو اسيد ورا ما يدخل الجسم يتحول، يا اما يتحول الى كيتوجينيك يا اما يتحول الى جلوكوجينيك يا اما يصير سلوك الثنين. عندك 20 امينو اسيد، واحد من عتم بس كيتوجينيك بقى 19، خمسة طير من عتم يصير كنسلو كيتوجينيك وجلوكوجينيك، اخر 14 هي جلوكوجينيك. الكيتوجينيك اللي هو بس واحد ليوسين كيتوجينيك لان يتحول الى كيتون من الامينو اسيد، يتحول الى كيتون يصير كان كيتوجينيك جلوكوجينيك اللي هو اللايسين ايسوليوسين فينيلالانين تايروسين ترايبتوفان. لان خمسة يصير كان كيتوجينيك جلوكوجينيك. عندك الجلوكوجينيك اخر 14 يعني عدد النسب اللي اخذناها فوق. هنا الهوس الصايرة ميتابوليك فايتس اوف امينو اسيد. كلاسيفيكيشن بيس نوتريشنال ريكويرمنت. عندك تصنيف جديد، يا اما يكون اسينشال امينو اسيد يا اما سيمي اسينشال يعني نصف اساسي يا اما يكون non essential fatty acid العفو امينو اسيد.
الاسينشال ذني شنو الاساسيه ذني الاسينشال امينو اسيد ما يتصنع داخل الجسم شلون ما يتلعب من نحصل عليه من الغذاء هاي الاسينشال نان اسينشال على الجسم ذني يتصنع داخل الجسم ما ينحصل عليه من الغذاء الخارجي وعندك سيمي اسينشال هذا سيمي اسينشال يكون بالتشولدرن نحصل عليه من الطعام بس بالبالغين هو نوت اسينشال غير اساسي يعني شو نوت اسينشال يعني تصنع بالجسم بالبالغين هو متصنع بالجسم شوف الاسينشال يا هن الايسوليوسين والليوسين والثيرونين واللايسين ميثيونين فنيلالانين ترايبتوفان انفالين مني اسينشال سيمي اسينشال هستيدين والاراجينين تحفظ ذنيج والاخر 10 هو نون اسينشال نجي الى بروبرتيز اوف امينو اسيد all amino acids are soluble in water polar sulfates هسه انت تجي تسأل اذا انت مركز راح تسأل سؤال بتجي لي انت شنو تضحك علينا شلون اضحك علينا قبل شوي صنفنا اكو نون بولر وبولر هسه هنا راح تقول لي all amino acids soluble in water يعني كله polar sulfates شوف اخذنا الجنرال ستراكشر مال امينو اسيد جنرال ستراكشر مال امينو اسيد هو بولر شلون بولر عندك هنا كاربوكسيليك اسيد هاي سالب والان اتش 2 هاي موجب صار بولر صار قطبي هذا جنرال ستراكشر انا اللي اعتمد على جنرال ستراكشر راح يقول لك اه امينو اسيد بولر بس اذا تجي حسب السايد تشين لا هنا راح تختلف راح اكتب بولر نون بولر راح يصير كلاسيفيكيشن فحسب الجينال ستراكشر الاول امينو اسيد هي بولر لكن حبيت اوضح هاي النقطه قامت لا تختلط عليكم بات انسولبل النون بولر سولفنتس بالقطبيه All amino acids have high melting points درجة غليان عالية أكثر من 200 جلايسين ألانين بالين ترايبتوفان سيرين هستيدين ار سويت مذاقها طيب عندك الليوسين الليوسين is tasted ما بيطعم بس الايسوليوسين والاراجينين ار بيتر طلاب هسه نوصل موضوع الانفوليت اند ايزو الكتريك بوينت قلك الامينو اسيد ان اكسيست انفوليت اور سويزر ايونز جيرمن وورد سويزر هايبرد يعني هجين سولوشن ديبندنت اون بي اتش او خلينا نشوف شنو هذا معنى الحكي نرجع ستراكشر للامينو اسيد جنرال ستراكشر عندك هذا الجنرال ستراكشر سي مرتبطه بكاربوكسيل جروب والاميد والامينو جروب هذا شكل نظري بس الداخل جسمنا مو هيك شلون يعني عندك السي دبل بوند او اتش هاي الاتش تسحبها البي اتش عفوا الامينو جروب انت تسحبها يصير ان اتش 3 وهذا يصير سي دبل بوند او سالب هذا الشكل راح يصير بداخل جسمنا بهذا الشكل ايش راح يسمى سويزر ايونز هذا الشكل شوف هذا ان اتش 3 موجبه سي دبل بوند او سالبه هذا هنا شكل متعادل نت شارج هذا السويزر ايونز عندك التغير مالته يعتمد على البي اتش للمحلول اللي يصير بيه مثلا اذا جبنا محلول درجة البي اتش قليلة وخليناه بي من درجة البي اتش قليلة يعني الحموضة عالية يعني الاي اتش عالي الاتش عفوا عالي من اللي تخلي اتش عالي السي دبل بوند او هاي راح تكتسب اتش يصير هنا هاي موجب وهاي كذلك موجب سمى هذا المحلول كاتيون عندك اذا خلينا بمحلول البي اتش عالي يعني الحموضة قليلة قاعدية كثيرة حموضة قليلة يعني الاتش قليل راح تفقد اتش حتى تعادل
البيئة الموجود، تتعادل الحموضة. فهاي الناتشرال انرجي تري راح يصير NH2، فراح يصير كله سالب. هذا المحلول راح يسم هنا راح يصير بالاسم انيون. شنو الفائدة من هذا الحكي؟ يفرقون بين الامينو اسيد بين واحد وواحد عن درجة الحموضة مالتها. pH which molecules carry no net charges not is isoelectric point. هاي الايزوالكتريك بوينت يرمزولها بالبي اي. In acidic solution they are cationic in form and in alkyl solution they are behave anions. لان مثل نخلي محلول البي اتش ناقص يعني acidic راح يسمى cation، واذا الكايل قاعدي بي اتش يعني مالته عالي راح يصير انيون. At isoelectric point amino acid will carry no net charge all group ions charge will. صراحه ما ادري يعني ماكو شيء مهم هنا، وهذا الموضوع شفته بحث عليه كلش طويل، شو هو الدكتور ذاكر بس سلايدين ومعقد، فالظاهر ما يريد هواي منه هذا الموضوع يعني ذاكر كلش قليل. بالنسبه للنقطه الثالثه to such solution if we add hydrochloric acid drop by، اذا نضيف للمحلول هاي HCl hydrochloric drop by drop يعني شوية شوية particularly pH 50% من molecules are in cation form and 50 sweeter ion والpH is BK. هاي pH يرمزولها بالBK1 راح تصير BK1. If more HCl add من نزيد ال HCl يعني نزيد ال acidity more molecules راح يصير cationic nature. شوف راح يصير cationic لأن زيد ال pH زي عفوا قلل ال pH وزيد الحموضة ال acidity. أعتقد صارت واضحة ما عدا هاي النقطة الثانية ما أدري شو يريد أصلا. المهم نجي موضوع الاوبتيكال اكتيفيتي. هذا شنو؟ شكل لك الامينو اسيد هافينج ان اسيمتريك كاربون اتوم. كل طبعا ان اسيمتريك ما عدا الجلايسين نون اسيمتريك. شنو اسيمتريك؟ يعني بيهن ذرة كربون محاطة باربع مجاميع مختلفة. When four different groups attached to the same carbon atom هذا يسموه اسيمتريك. بس الجلايسين ليش مو اسيمتريك؟ لان ذرتين المرتبطة بالكربون مختلفة بس عندك ذرتين مشابهة اللي هي ال H اثنين H. The mirror image form هاي ال D والال isomers اخذناها بالكربون كان الشائع D isomer بس هنا بالعكس بالبروتينات بالامينو اسيد الشائع جزء يجي ام سي كيو هو ال D والال شكل هنا راح تجيلنا ال ال isomers هو الشائع. النقطة الرابعة الال امينو اسيد occur in nature and are there are four called natural amino acid هو الشائع بالطبيعة. ذكر تاني الاولى شلون نعرف الال من الدي. شوف حسب عندك الامينو جروب اذا كانت على الال left فهي ال اذا كانت على الرايت فهي دي من اسمها ال left اول حرف نعرفها شلون. عندك الدي امينو اسيد ار سين سمول امونتس مقادير صغيره بس هو الشائع الال ايزومرز الال امينو اسيد. وين بال ان مايكرو اورجانيزم بالاحياء الدقيقه والكونتستيوت هاي طبعا مضادات كونات بعض المضادات الحيويه such as الجراميسيدين والبوليميكسين وال acetamycin كله دي and valinomycin as well as bacteria cell جدار البكتيريا وال بيبتا كلايكان. المهم النقطة الخامسة الايسيروسين والثيرونين have two optical activity عندها اثنين optical والنتيجة شو راح يكون لك اربعة ايزومرات اللي هي الايزوليوسين والثيرونين. نجي للبيبتايد فورميشن
شلون تتكون البيبتايد؟ قلنا طبعا باخر سلايد راح ناخذ بيبتايد فورميشن. اي كاربوكسيليك اسيد والامايد كان ريارت بروديوس امايد. جنرال ايكويشن فور ذيس ريأكشن. راح اعطيكم صورة شلون، لان هنا ما واضحة، هاي ما واضحة، اعطيكم صورة شلون تتكون ال بيبتايد بوند. شوف عندك هذا جاي، طبعا هو التفاعل البيبتايد بوند دايدريشن. شنو دايدريشن؟ تجفيف، يعني يسحب H2O، يسحب منه ماء. واذا نريد الرجعة ندير عليه هاي الماء ترجع تنفصل البيبتايد بوند. شوف هذا امينو اسيد وهذا امينو اسيد، اجن يريدن يكونن بيبتايد بوند. شلون؟ طرف الكاربوكسيليك اسيد وطرف الامينو جروب راح يتفاعلن ويكونن بيبتايد بوند. شوف هذا طرف الامينو ان، هاي هنا بين 2 اتش، وهذا طرف الكاربوكسيليك اسيد. عندك هذا اجت اتش منه او اتش منه سحبن ماء H2O صار. الباقي راح يبقى هذا بس ال NH هنا وهذا ال C دبل بوند OO. فهاي صارت هاي بيبتايد بوند، هاي مكونات البيبتايد بوند. اعتقد واضحة. نجي نشوف الشرح هنا. ال amino chemistry amide bonds that link amino acids together are given specific name peptide bonds. شرحنا البيبتايد بوند هي كوفالنت بوند، هي اسره، هي تساهميه بين الكاربوكسيليك اسيد والامينو اسيد، هذا امينو جروب. شوف يعني تصير البيبتايد بوند بين الكاربوكسيليك اسيد مال واحد من الامينو اسيد، وبين يصير الامينو جروب مال ثاني امينو اسيد. under proper condition many amino acids bond together to give unbranched chain amino acid contain numerous peptide bonds. For example, 4 peptide bonds present in chain 5. شوف يعني مثلا اذا كان عندك 5 امينو اسيد مرتبطة، يعني اذا 5 شجد peptide bond 4، اذا 3 2 peptide bonds، اذا 2 1 peptide bonds. لهنا طبعا تخلص هاي المحاضرة، وأتمنى إن شاء الله تكون استفادت ولو بشكل بسيط من هذا الشرح. وإذا صار وقت إن شاء الله راح أنزل ملزمة البروتين. شكرا جزيلا.